ليك يا كابتن فاروق، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن بالفعل فعلا دقائق قليله جدا وسيتم غلق الصناديق وغلق التصويت طبعا على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. معنا طبعا في هذه اللحظات كابتن وليد صلاح الدين، احد نجومنا طبعا، نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. قول يا كابتن وليد، عضو الجمعيه العموميه طبعا في الاول وفي الاخر، لكن قول لي النهارده الحضور في مقر النادي الاهلي بالجزيره، الوفد والحشد والوعي الكبير لدى اعضاء النادي الاهلي، حطنا في الصوره وان لنا النهارده انت لامس ايه على ارض الواقع كابتن وليد؟ يعني تحياتي ليك يا كريم، تحياتي لفاروق حبيبي وكل ضيوفه. مبروك، مبروك للنادي الاهلي، مبروك للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي على الحشد القوي ده. انا جيت الساعه 6 قبل الغلق بساعه عشان ادي رساله، اقول ان رساله النادي الاهلي هو كان عايز تيسيرا على الاعضاء، تيسيرا على الجمعيه العموميه. يعني انا ساكن جنب الجزيره، التوقيت كويس قوي، درجه الحراره قلت، الجو حلو، تقدر تروح وانت مستريح، وهي دي كانت الرساله. ولا عند ولا تعنت ولا مجلس الاداره عايز يطلع مثلا عن اطار كل الانديه، لا. اتمنى من الوزاره ممثله في المهندس خالد عبد العزيز، اتمنى في اللجنه الاولمبيه انها تعي الكلام ده كويس. بصوا يا جماعه على الاعداد، وانتوا تعرفوا دول اعضاء النادي الاهلي ولا لا. النادي الاهلي عمره في تاريخه ما زور، عمره في تاريخه ما كان عايز يعمل حاجه خارجه عن القانون. الفكره كلها ان ده اجتماع خاص بيتم فيه الاستفتاء على اللائحه، ومهم جدا انها كانت تكمل، وبعد كده يا سيدي المجلس اللي ينجح يغير اللائحه براحته، براحته يغير اللائحه. لكن انا لو مشيت باللائحه الاسترشاديه، كفايه البند بس اللي بيقول ان ممكن اللجنه الاولمبيه تغير اي بند، تضيف او تعدل او تحط اي بند بدون الرجوع لمجلس الاداره، فدي فيها يعني ده بند كارثي. يعني انا كعضو جمعيه عموميه اقدر اللجنه الاولمبيه تحط اي بند ممكن يكون رئيس النادي مش مصري، وده موجود، عيش بقى انت براحتك. لكن احنا بنقول بلاش عند، بلاش تعنت، الموضوع كله ان انتوا عايزين تعرفوا استطلاع او راي الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. ادي راي الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، يعني على مدار يومين اكتر من ما شاء الله مقربين من ال 15,000 عضو. يعني الفكره ان انت لما بتعمل استطلاع راي بتاخد شريحة قليلة جدا، انت عايز تعرف مين احسن لعيب في الموسم، بتروح اسكندرية تاخد رأي 10، تروح اسوان تاخد رأي 10، تروح السلوم، تروح السويق وخلاص. فهي الفكرة ان النادي الاهلي اكبر الاندية في الشرق الاوسط كله، يستحق ان هو يعمل لائحته بنفسه. وبعد لما مجلس الادارة يجي بقى، ايا كان المهندس محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب، اللي هيدخل غيرهم، اللي اذا كان هم هيدخلوا او مش هيدخلوا، اللي هيكسب وينجح بمجلس ادارته يغير اللائحة كلها، مفيش مشكلة. لكن ان انا ابقى تحت طائلة لائحة انا ما عملتهاش كعضو النادي، هو ده اللي مش مسموح بيه. اتمنى ان المشكلة تتحل ان شاء الله. شكرا، شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا لكابتن وليد صلاح الدين، ومستمرين